منتصف النهار هنا في القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل فترة إخبارية شاملة. أهلا بكم ونبدأ نشرتنا بالعناوين. تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم. الجامعة العربية تحتضن اليوم اجتماع الدورة العادية رقم 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان. في نتائج أولية، بايدن يتقدم على ساندرز في انتخابات الثلاثاء الكبيرة التمهيدية للديمقراطيين. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل الأنباء. تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم. وتم تنفيذ حكم الإعدام طبقا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الآتية: أولا، المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. ثانياً، اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013. ثالثاً، ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية. رابعاً، تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقل هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات. خامساً، استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة. سادساً، اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013. سابعاً، استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس. ثامناً، اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم. تاسعاً، تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرفرة. عاشراً، ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود بالفرفرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014. 11، المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو سوير، الصالحية، القصاصين،
الثاني عشر استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير. الثالث عشر تسلله إلى الأراضي الليبية رفقة بعض عناصر التنظيم، وقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا. الرابع عشر تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي. حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، جرى خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر بشان اخر تطورات ملف سد النهضه. وقد اعرب ترامب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق الذي اسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضه في واشنطن خلال الاشهر الماضيه، باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا، مؤكدا أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر. كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهد الدؤوب والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاثة من التوقيع على اتفاق سد النهضة. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، اطلع خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد السيد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية وبما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وحفاظا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبه. وأكد سيادته على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الذي سلم الرئيس رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى. كما استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية الكونغو جون كلود الذي سلمه رسالة من رئيس الكونغو ساسو نيجيسو بشأن تطورات القضية الليبية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد هشام بن محمد سفير مملكة البحرين بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية البحريني طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ومشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية. من جانبه سلم
قدم الدكتور عبد اللطيف الزياني رسالة من جلالة الملك حمد بن عيسى إلى السيد الرئيس، تضمنت اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماتها الكبيرة على الساحة الدولية. اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور الحيوي الذي تقوم به البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان كلود جاكوسو وزير خارجية الكونغو بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير جمهورية الكونغو بالقاهرة. السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس دينيس ساسون غيسو مثمنا سيادته المستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ومشيرا إلى حرص مصر على دعم أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات. من جانبه سلم وزير خارجية الكونغو رسالة من الرئيس ساسون غيسو إلى السيد الرئيس بشأن آخر تطورات القضية الليبية على ضوء تولي الرئيس الكونغولي رئاسة لجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي. كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير لمصر وشعبها وقيادتها وللدور المصري الحيوي في إفريقيا، خاصة خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة. اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والقاري، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين في هذا الصدد بهدف التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم تنفيذ مخرجات عملية برلين ورفض أي تدخل خارجي في الأراضي الليبية. يأتي هذا فيما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين حيث استعرض موقف مصر الداعم لتونس في مواجهة الإرهاب وكل ما تتخذه القيادة التونسية من إجراءات في سبيل تحقيق الأمن في البلاد. كما استعرض وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره العماني يوسف بن علوي مجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وكذلك سبل الدفع قدما بمجالات التعاون الثنائي. جاء ذلك قبيل اجتماع الدورة العادية رقم 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيد، وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة. جاء الاجتماع قبيل انطلاق الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرئاسة سلطنة عمان. يتضمن جدول أعمال المجلس 8 بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية. أكد رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل السلمي دعم البرلمان لعمل اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما أعرب السلمي عن إدانته لما يقوم به النظام الإيراني من دور تخريبي وتجاوزات مستمرة لتقويض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا تهديدات طهران التي تستوجب موقفا عربيا موحدا لإيقافها.
أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد إجراء تحاليل لأنف 832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بداية من يناير الماضي وحتى أمس الثلاثاء. وأكدت وزيرة الصحة أن جميع التحاليل جاءت سلبية باستثناء حالتي الشخصين الأجنبيين اللذين تم الإعلان عنهما مسبقا. بالنسبة لإجمالي الحالات من يوم 7 يناير حتى الآن ما تم فحصه وثبت وتم عمل اختبارات معمليه لي للاشتباه في فيروس الكورونا اجمالي 1832، منهم 7 حالات مخالطه للحاله الايجابيه الاخيره وطلعوا الحمد لله جميعهم سلبي، وبالاضافه الى الحالتين الحاله الايجابيه الاولى اللي تعافت وخرجت والحاله الايجابيه الثانيه ما زالت تحت العلاج، الحالة الصحية مستقرة جدا، كل العلامات الحيوية مستقرة والفحوصات يعني بتؤكد ان الحالة تستجيب للعلاج. هذا بالإضافة ل 32 معتمر قادمين من العمرة كانوا فيهم اشتباه وتم فحصهم وأثبتت سلبيتهم. تفقد وزير الطيران المدني محمد منار عنبة مكاتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي للاطلاع على إجراءات الفحص الطبي والأساليب الوقائية المتبعة بالمطار. وأكد الطيار محمد عنبة أنه في مقدمة أولويات الوزارة الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة العاملين والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية. وشملت الإجراءات قواعد الحجر الصحي وإجراءات السلامة والصحة المهنية، إضافة لقواعد فحص أطقم الضيافة والعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية. يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عبر دول العالم على الرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ في الصين اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي. كما تتواصل الجهود الدولية لمحاولة منع انتشار وتفشي المرض، حيث أعلن البنك الدولي تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول. كما تعهدت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بتقديم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي هذا الفيروس. على الرغم من انحسار عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين لليوم الثالث على التوالي، إلا أنه يسجل ارتفاعا ملحوظا في باقي دول العالم. ففي الصين تم تسجيل 38 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 2981 حالة، لكن عدد الإصابات الجديدة سجل انخفاضاً لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 125 إصابة في الأيام السابقة. أما خارج النطاق الصيني، أعلنت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة بالفيروس، ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981، بالإضافة إلى 80,200 مصاب، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة 1,000 حالة في اليابان، وارتفعت عدد الإصابات في الهند إلى 28 حالة. يأتي ذلك بينما أعلنت بولندا اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات في سويسرا إلى 58 حالة، وفي نيوزيلندا ارتفعت الإصابات إلى حالتين، أما في استراليا ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 40 حالة. وفي العراق أعلنت حكومة إقليم كردستان تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 32 شخصاً في البلاد. وتتواصل الجهود الدولية لمنع انتشار وتفشي المرض، حيث أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئياً لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة. من جهة أخرى، تعهدت شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي بتقديم يد العون لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات الصحية عن طريق منحها إعلانات مجانية للمساعدة في إيقاف تفشي الفيروس وضمان حصول الجميع على معلومات دقيقة وموثوقة
وسط وجود مخاوف من تزايد الأوضاع سوءا مع تفشي الفيروس داخل الولايات المتحدة. كانت شركة فيسبوك قد تعهدت أيضا خلال الأسابيع الأخيرة بتكثيف الجهود الرامية إلى التصدي للمعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا على منصتها. جديد من المتابعة، ورحب ضيفي الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. مع تطور الملف الانتشار فيروس كورونا على النحو الذي نتابعه، لابد من التأكيد بين الحين والآخر على أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة في منفذ الحجر الصحي منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا. شوف حضرتك، احنا عندنا في مصر كان تعليمات مع رئيس الوزراء لجميع الوزارات المعنيه، مش وزاره احنا وزاره الزراعه، مش الزراعه بس، الزراعه صحه داخليه، جميع المهتمين بالحدود المصريه، انه لازم يكون في اجراءات مشدده، اجراءات احترازيه. نعم. ده عشان خاطر حضرتك نمنع دخول بتاع المرض، مش بعد ما اخش نبتدي مكافحته. طبعا في جهود جباره قايمه بيها الوزارات المعنيه كلها، منها وزارة الزراعة، تعليمات معالي الوزير، عندنا تم توفير جميع المستخلصات الخاصة بهذا الفيروس على رغم فيروس مستجد، لكن تم توفيره معامل وزارة الزراعة. التعليمات كانت من بداية الإعلان على المرض وهو لسه في الصين، إن فحص جميع الوالدات اللي جاية من المنطقة دي ضد الكورونا، وكل لما بينتشر في بلد يبقى الإجراء الاحتراز على طول فحص المنتجات إذا كان بنستورد منها أي منتجات أو أي معدات من هذه البلاد تخضع لفحص الكورونا في معامل البحوث تحت الحيوان تبع وزاره الزراعه. فبنطمن الناس ان احنا الحمد لله جميع العينات اللي خدناها لغايه دلوقتي سلبيه لجميع السلع اللي اتزودت او المعدات اللي دخلت، على الرغم من ان احنا عارفين تماما ان الفيروس بينتقل عن طريق الافرازات بتاع شخص مصاب. والفيروس بيعيش اكثر من 12 ساعه، لكن كاجراء احترازي احنا ما نعتمدش على كده، ده فيروس لسه مستجد، معلومات عنه لسه جديده، بناخد اجراءاتنا كامله لغايه لما ان شاء الله يتضح الصوره ايه، وان شاء الله نطمن الناس جدا ان ما فيش عندنا اي حالات تم تسجيلها ايجابيه للمنتجات او المعدات اللي تخرج من مصر العربيه. طيب دائما دكتور احمد بيتم التساؤل حوالين الوقايه، هل من توصيات حضرتك تحب ان تذكر بها المشاهدين في هذا السياق او بعض النقاط حابب تؤكد عليها؟ دي حضرتك يعني شيء جميل حضرتك اثرت الموضوع دوت. احنا بالنسبه بنمنع الدخول من بره لاي حاجه تكون ملوثه او لكن في حاجات عندنا لازم توعيه في مصر لتجنب الاصابات، هو طبعا ما بينتقلش عن طريق الهواء لكن ينتقل عن طريق الافرازات. فاول حاجه طبعا يكون من العادات بتاعتنا نبطل موضوع التصفح باليد، واخد بال حضرتك اللي مصاب بدور برد او انفلونزا يحاول يحط منديل او شيء قبل ما يعطس او قبل ما يكون في افرازات، ما يبقاش على اسطح ما يبقاش على الارض. ثالث حاجه ان احنا ضروري جدا المصاب او اللي عنده كحه وبينزل فاز يلبس هو الكمامه، مش الشخص السليم اللي بيلبسها عشان خاطر الافرازات بتاعته ما تنتشرش. ثالث حاجه غسل الايدي جيدا لما يجي يخش البيت، انه ما تعرفش تعرض لبره الايه، رغم ان في عندنا حالات وبتاكد ان في عندنا حالات بتصاب من بره الفاف، لكن في اجراءات احترازيه عشان خاطر نزود الوعي دي عند المواطنين. وتناول السوائل بصفه مستمره خصوصا البرتقال والليمون والاسفنج والحاجات الغذائيه الفيتامين دي كلها بترفع مناعه الجسم وبتدي المناعه لجسم الانسان ضد اي كورونا بس لاي مرض ثاني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد الكريم رئيس الاداره المركزيه للحجر البيطري. وعودة مرة أخرى لمتابعة اجتماع الجامعات العربية، وينضم إلينا من هناك مراسل النيل مندر أبو دوح. مندر، صف لنا أو تحدث أكثر عن الاجتماعات المتوقعة اليوم لوزراء الخارجية العرب وأهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل الجدول اليوم
يحمل زخما كبيرا داخل أروقة الجامعة العربية من مقابلات بين وزراء الخارجية العرب وعلى رأس من الأمين العام لجامعة الدول العربية مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وبدأ بلقاء مع ممثل دولة تونس ووزير الخارجية التونسي ورئيس المجموعة التونسية في هذا الاجتماع، والذي تم التناقش بينه والتباحث بينه وبين الأمين العام حول عدد من القضايا العربية الملحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وآخرة التطورات التي وصلت إليها والمستجدات خاصة مع التعنت الأمريكي في هذه القضية والتطرف في الموقف الأخيرة، وضرورة التأكيد على الموقف العربي بالرفض لما يحدث والتأكيد على أهمية عودة الحقوق للشعب الفلسطيني. كذلك هناك مناقشات حول ما يحدث في ليبيا والقضية الليبية وضرورة الوصول إلى حل سلمي وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وأهمية التحركات التونسية في الفترة القادمة. هناك كذلك تم انعقاد الجلسة الرباعية الخاصة بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، والتي تم ناقشت آخر التطورات في هذه القضية وخاصة ما يحدث في اليمن وفي عدد من الدول العربية من تدخلات سافرة من قبل إيران في الملفات والأمن القومي العربي. هناك اجتماع الآن منعقد للتباحث بين وزراء الخارجية العرب حول عدد من القضايا، وننتظر النصف ساعة القادمة تحمل بداية الاجتماع المعلن لوزراء الخارجية العرب. أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح مراسل أنيل من مقر جامعة الدول العربية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم، حيث تشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عدة تعكس دور المرأة في مختلف القطاعات. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلتنا ندى إبراهيم. ندى، ما تفاصيل المتوفرة لديك حول هذا الموضوع حتى هذه اللحظة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ندى إبراهيم. ندى هل تسمعينني؟ ندى، إذا كان لديك أي تفاصيل حول فعاليات المنتدى، أهم ملامح هذا المنتدى. طيب، عموما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميلة ندى إبراهيم، وسنعاود التواصل معها والحديث طبعا عن هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل. نخرج إلى فاصل قصير، بعده نتابع المزيد من الأنباء، ابقوا معنا. أعلن الكرملين أنه يأمل في أن يتواصل الرئيسان فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق على إجراءات مشتركة تتعلق بمحافظة إدلب السورية خلال اجتماعهما في موسكو غدا الخميس. يأتي هذا فيما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية والمنسق الأممي للإغاثة في حالة الطوارئ مارك لوكوك أن ما يحتاجه المدنيون في سوريا هو وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني. اتهامات صاخبة وجهتها وزارة الدفاع الروسية إلى تركيا بدعم ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. بيان الدفاع الروسي أكد أن أنقرة فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، متهما إياها بانتهاك القانون الدولي بزيادة عدد قواتها هناك. في الوقت نفسه أشار بيان وزارة الدفاع إلى أن الهجمات على قاعدة حميميم الجوية الروسية التي تقع قرب مدينة اللاذقية باتت شبه يومية. في غضون ذلك أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أن ما يحتاجه المدنيون في سوريا هو وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني. الأمم المتحدة بدورها أكدت أن المدنيين في هذه المنطقة يعانون من أزمة إنسانية خطيرة بعد أن أدى النشاط العسكري في المنطقة إلى نزوح ما يقرب من 1,000,000 شخص منذ ديسمبر الماضي، معظمهم من النساء والأطفال.
التوتر بين دمشق وأنقرة يتصاعد بشكل ملحوظ، وقد تمكنت خلاله القوات السورية من إحراز تقدم كبير على الأرض خلال الأسابيع الأخيرة، فيما مني الجيش التركي بأكبر خسارة منذ بدء تدخله العسكري في سوريا عام 2016 بمقتل أكثر من 70 جنديا تركيا بضربة جوية سورية. أكد رئيس مجلس النواب اليوناني كونستانتينوس كاسولاس ونظيره القبرصي ديمتروس سيلوريس أن تركيا تستغل اللاجئين والمهاجرين على الحدود اليونانية التركية، ذلك لتحقيق أهداف سياسية. وتابع رئيس البرلمان اليوناني بأن تركيا تقوم بتهريب المهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل مع هذا الوضع بإظهار العزم والإرادة وتقف إلى جانب جمهورية قبرص بذات العزيمة والتصميم. يأتي هذا فيما قال رئيس البرلمان القبرصي أن تركيا تستخدم المهاجرين كرماح بشرية بعد قيامها بعمليات إبادة جماعية في الماضي. فاز السناتور المستقل بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية يوتا لتحقيق أو ليحقق بذلك الفوز في 3 ولايات من أصل 14 ولاية تضمنتها انتخابات الثلاثاء الكبير. يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي تقدمه على منافسيه، وفاز بايدن حتى الآن في 8 ولايات في حين لم تظهر النتائج النهائية لل3 ولايات الأخرى، ومن بينها ولاية كاليفورنيا والتي تضم أكبر عدد من المندوبين. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لمتابعة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، والذي انطلقت فعالياته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم تحت رعاية رئيس الجمهورية. للمزيد تنضم إلينا من مقر انعقاد المنتدى زميلة ندى إبراهيم. ندى، ما أبرز النقاط الموجودة على أجندة المنتدى؟ نعم أحمد، يعني كما ذكرت بالفعل انطلقت فعاليات الجلسة الأولى من المنتدى العالمي الاقتصادي للمرأة والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من السيدات من جميع دول العالم. يعني في الجلسة الافتتاحية شهدنا كلمات لأكثر من شخصية بارزة، يعني على رأسهم دكتور هالة زايد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أكدت أيضا على دور المرأة في بناء المجتمع وأيضا دور المرأة في المجال الاقتصادي. أيضا شهدنا كلمة دكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي أيضا يعني أوضحت دور المجلس بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم وتمكين المرأة في كافة المجالات وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يعني اليوم سوف نشهد جلسات مختلفة على مدى اليوم، وأيضا غدا سوف نشهد جلسات يعني تعكس ملفات كثيرة جدا تخص المرأة سواء في المجال الاقتصادي أو الإصلاح الإداري وأيضا في مجال التكنولوجيا والتعليم وأيضا تمكين رائدات الأعمال. يعني كما ذكرت المنتدى يمتد على مدى يومين، نشهد كثير من قصص النجاح من مختلف دول العالم الذين سوف يعني يلقون كلمتهم على المنصة خلال الجلسات. أيضا سوف نشهد كلمة بعد قليل ومشاركة من دكتور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. يعني أحمد، الفعاليات ما زالت مستمرة على مدى اليوم وغدا، أيضا جلسات مختلفة ملفات مختلفة كلها تصب في إبراز دور المرأة وتمكينها ودعم دورها في المجالات المختلفة. وأيضا يأتي تزامنا مع احتفالات يوم المرأة العالمي، كما نعلم نحن يعني بدأنا شهر مارس وهو الشهر الذي نحتفل فيه بالمرأة على مستوى العالم. أشكرك شكرا جزيلا ندى، زميلة ندى إبراهيم من مقر المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، شكرا جزيلا لك. متواصلون معكم في هذه النشرة فيها بعد أخبار الاقتصاد. اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان شمالي البلاد.
ونتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في هذه النشرة. مباشرة نتجه إلى الزميلة حنان الخولي. أهلا بك حنان. أهلا دينا وأحمد. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. وزيرا النقل والتخطيط يبحثان إجراءات توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد. بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد في مصر. واستعرض الوزيران الدراسة المبدئية الخاصة بإقامة مصنع كبير في منطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة. وناقش الوزيران الخطوات الخاصة لإنشاء الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد والتي ستتولى إنشاء وإدارة هذا المصنع بشراكة كل من القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي بالتعاون مع شركة عالمية. قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن حجم الاستثمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية قد بلغ نحو 4.4 مليار جنيه لإنشاء 11380 وحدة بالحي متضمنة أعمال المرافق، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بالحي سيتم تسليمها في أقرب وقت، وجاري بالفعل تنفيذ 8580 وحدة أخرى بمتوسط نسبة إنجاز بلغت 60%. ويولي جهاز المدينة اهتماما كبيرا لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة حيث تم تكليف مسؤول المشروع بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع بصفة مستمرة، كما يتم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية. أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سعي الوزارة لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك. وقال شعراوي إن البرنامج نفذ أكثر من 138,580 مشروعا في المحافظات بقروض اقتربت من 13 مليار جنيه، موضحا أن برنامج مشروعك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي توفر قروضا للراغبين بفائدة 5%. بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع وفد من شركة هايبر الصينية إمكانية إقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتصنيع المشترك للأجهزة المنزلية. خلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في عدد من المشروعات المشتركة، منها تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الرمال والمركبات الكهربائية. واتفق الطرفان على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين عقب زيارة الشركة لمصنعي 360 و144 الحربية لتحديد سبل التعاون التي يمكن البدء بها بين الطرفين. نتحول البورصة المصرية والتي انخفضت مؤشراتها خلال التعاملات على خلفية المخاوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا وأثاره السلبية على الاقتصادات العالمية. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 636.7 مليار جنيه. وتراجع كذلك مؤشر الرئيس إي جي إكس 3 ب 1.58%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة إي جي إكس 7 بنسبة 0.28%، وانخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ب 0.38%. انتهت النشرة الاقتصادية مشاهدينا، شكرا للمتابعة، ونواصل مرة أخرى بانوراما نيل مع دينا وأحمد. إليكم شكرا جزيلا لك حنان. ومشاهدينا الكرام معكم نستكمل بقية أنبائنا. وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغاني ومسلحي حركة طالبان في إقليم بلخ شمال البلاد. أوضح فيلق شاهين 209 التابع للجيش أن الاشتباكات وقعت في منطقة بربر قلعة الليلة الماضية، مشيرا إلى مقتل مسلحين
أو مسلحين من طالبان وإصابة 2 آخرين، يأتي هذا فيما قتل 20 جنديا على الأقل في سلسلة هجمات شنتها طالبان بإقليم قندوز شمال أفغانستان. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة جيدة جدا مع زعيم الحركة المتمردة. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعات الإخبارية. بعد الفاصل التالي نتابع: بعد انتشار فيروس كورونا بالعراق، مصنع لملابس الأطفال بالموصل يتحول لورشة لإنتاج الكمامة. القطر ده قطرك، الكرسي ده لراحتك، الإشارة دي لأمنك، وده أخوك موجود هنا لخدمتك، المحطة كلها علشانك، كلنا نحافظ على ملكنا، على أمننا. أهلا بكم في حلقة جديدة من الاتجاه شمالا. أهلا بكم مجددا، ونصل الآن في متابعتنا الإخبارية إلى أهم ما لدينا من أخبار الرياض. إلى زميلة دينا إبراهيم. إليكم. شكرا لك يا آلاء. مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تحولت أحد مصانع ملابس الأطفال في مدينة الموصل العراقية إلى ورشة مخصصة بالكامل لإنتاج الكمامات. ويسعى المصنع لإنتاج أكبر عدد من الأقنعة لتلبية الطلب المتزايد عليها بعد الإبلاغ عن حوالي 21 حالة إصابة بالفيروس في العراق، فضلا عن تسارع السلطات العراقية لاحتواء الأزمة. مع وصول فيروس كورونا المستجد إلى العراق، تحولت أحد مصانع ملابس الأطفال في الموصل إلى ورشة مخصصة بالكامل لإنتاج الكمامات. العمال المحليون يقومون في المصنع بتصميم وتصنيع الكمامات التي يجري ارتداؤها على نطاق واسع حاليا في العراق، وسط مخاوف واسعة النطاق من الفيروس الجديد. مصنع للملابس يسعى بطرق عدة لإنتاج أكبر عدد من الأقنعة لتلبية الطلب المتزايد عليها بعد الإبلاغ عن 21 حالة إصابة بالفيروس في العراق وتسارع السلطات العراقية لاحتواء الأزمة. المصنع في الموصل ينتج ما بين 15 إلى 20 ألف قناع يوميا لتلبية الطلب المتزايد، فالعمال يعملون أوقاتا إضافية أيام العطلات للوفاء بالتعاقدات على الكمامات. الأوقات اللي إضافية عن نشتغلها يعني أكثر من حدة، يعني تقريبا حتى العطل ما عن هيعطلون، ومن رغم العطل إحنا عنداهم وعن ننتج إنتاج الحمد لله فضل من الله. حال الكمامات يجي القماش على الفحص ويطب للفصال وينقص، يصمم ينقص بالفصال ويبدأ على البنات الخياطة، وهذا صنع عراقي، صنع محلي من معمل ألبسة جاهزة في محافظة الموصل. فالكمامات المنتجة محليا أرخص ثمنا من المستوردة، وتباع بأقل من دولار واحد للكمامة، ويبيع المصنع منتجه للشركات الخاصة كما يبيعها أيضا للوزارات والمؤسسات الحكومية. ختم هذه النشرة تذكير بأهم أنبائها: تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم. الجامعة العربية تحتضن اليوم اجتماع الدورة العادية رقم 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان. وفي نتائج أولية، بايدن يتقدم على ساندرز في انتخابات الثلاثاء الكبيرة التمهيدية للديمقراطيين. بهذا مشاهدينا الكرام ننهي هذه الساعة الإخبارية الشاملة. إلى اللقاء.